وخلوني نهضر. كمل. انا مثلا وقع لي مشكل مع غيتا، غيتا ظلماني، ماشي كيجي كيقول لها غيتا لا راك انتي ظلمتيها، كيجي كيقول صافي عيشة ما صافي حتى غيتا راه ظريفه وكذا. وهاد القحبان تنقول لك من الاخر اللي كيديروا هاد الفعايل هادو، كيبغي يبان على ظهرك، كيبغي يطلع على ظهرك. هذا اللي كيطلع على ظهر الرجال ماشي راجل، انا نقولها لكم، هذا اللي كيجي يطلع على ظهر الرجال ماشي راجل. كتلقى انت بحال دابا مغني مع صاحبتك، دارتك شي مشكل ولا شي لعبه كتغوت، انت كراجل من حقك تعبر على الرجوله ديالك والغيره ديالك. كيجي هو كيقول لك اصافي هشام صافي اصاحبي والله الا مسكينه غير ظريفه وكذا. اصاحبي راه ماشي كنقولوا ظريفه ولا مسمومه، راه دارت كذا وكذا. اصافي اش غيتا بحالك صافي زيدي زيدي يلا نوصلك. وسير يا ولد نصب لامك امك اللي فيهم التقوى هادي تهادو. كيبغي يكسب. والله اخويا كيبغي يدير، كيبغي يبينك انت ما مزيانش، هو ظريف. ايوا كلشي هكا بالنسبه للبنات، البنات كاين فيهم هاد الخسايل. كاين اللي كيجي كيبغي يبين زعما راه دريويش مسكين، راه دريويش هو ظريف زعما. كيبغي يطلع على ولا ولا شي وحده كتبين هكا. نون ميرسي. كاين حتى البنات بحال هكا هشام، كتبغي تبين راسها ظريفه قدام الولد زعما، كاين هذاك اللي معاك راه شطماطه كتاكل من العينين. انا فيا فرع امك بزاف، اجي هاك واحد البلوك. هضرت نقول لك مازال نطلع نهضر على بزاف ديال الحوايج، كنا نتفرقع شي تفرقعه، نطلع نتفرقع شي تفرقعه بزاف هادشي. ودي راه بنادم راه كيخرج على السيطره ديالو، ملي كيبقى بحال واحد البالون كتبقى تنفخ فيه كتنفخ فيه راه كيتفرقع. لا واغيتا ودابا انا جالس دايزي صدفه في اللايف وهي اش كتقول هاد الهضره. تخيلي تخيلي الدراري كتبقاو تقولوا له خفك النفس، وانا داير هكا، انا داير هكا صاحبي. دابا نتوما شوف خاصكم تبقاو تعرفوا بنادم كل هو الكاركتير ديالو. انا داير هكا دابا، ما كيجي عندي كيقول لي ما تعصبش، بحال زعما انا عندي بطونه كنبرك بطونه الاعصاب بطونه الاعصاب. دابا الواقع هكا كيتعصب. دابا كتجي انت باش كتبقى تقول لي ما تعصبش عاد كتعصبني، عرفتي علاش؟ انا كون كنت مثلا كتقول لي صافي المليون ما تعصبش، كون كنت كندير بطونه نو اعصاب اعصاب كون راه مزيانه ليا. واش راك عندي بطونه؟ اختي حليمه ما كنتش. انا داير هكا من الصغر، يعني انا فاش كنتعصب زعما خاطري كنتعصب. كانت انا نبرك في نو اعصاب، فين هي؟ لقيتها كيجي ما كيقول لي ما تعصبش. ما كنتعصبش غادي ندير؟ انا داير هكا راجل، انا عاجبني راسي. شوف انا كان انا عاجبني راسي حيت راجل سالينا. انا كنشوف شي وحدين كيخرجوا مع البنات، كاين شي وحدين كيخرجوا مع البنات كنشوف هادشي بعيني. جالس مع البنت اقسم بالله كتلقى ثلاثه خارجين مع بنت، كتلقاهم في بواط دونوي ولا في كاباري ولا شي حاجه. كيكوز هذا شويه ويلوز هذا شويه ويعنق هذا شويه، انا ما كنعرفش شكون صاحبها فيهم. شويه كنلقاها كتبوس هذا، شويه عنقها هذا، شويه شد فيها هذا، تخشات في هذا، نعسات على الزر هذا، كيحك لها هذا. شكون صاحبها فيهم ما نعرف. هو هذا في الاخر ما كيديها حتى شي واحد فيهم، كيديها له من الملولي وكيمشي بحالو. ما عرفتش هاد النوع. خويا اللي كتقول شحال فيه ديال الهضره، دابا حنا نطلعوا في لايف نديروا هكا. نطلقوا صورة الفاتحة ولا نطلقوا صورة البقرة. انت كتكسب راك فيك الهضرة. يا الحمار يا الحمار يا المترنن يا المشرق يا المفردق، اسمعني راه فاش كنديروا اللايف لما كنتيش فيك، لا كنتيش بطل العالم في الهضرة، باش هذا اللايف هذا غيطلع. راه طلعنا حنا وسكتنا نديروا هكا، راه كاين اللايفات فيهم جوج الناس كيتفرجوا فيهم يا المترنن. اللايف هو الهضرة. بلاتي واحد الدقيقة هشام، دابا بيكي عندك 29 في الليفل، مصيفط هشام مرضى مصيفط هذاك القلب ديال الفابور، ما حشمتيش. كيصيفطوا للبنات هادوك، هادوك ما تهضريش معاهم، كيكونوا كيصيفطوا للبنات. ومالي انا راس متحول. الله يحفظكم نايلة صاحبتي. زين والله دابا انا شوف ما كذبش عليك، انا شتي غير عاجبني راسي عاجبني رجولتي، انا شي لعبه كنهضر. المهم راجل بارد الكتاف، اقسم بالله انايا الرجوله اللي فيا ما فيكش حتى الربع ديال انت اللي كتهضر بارد الكتاف. انت ترمتك بارده، انت لقى كلك بارد. هادوك غيتا محاري والله الا لا محاري وما تيتعداش. ما نقول لك واحد الحاجه باش ديرها في راسك، اسمع باش نقول لك ديرها في راسك. شتي انا ناس صنادق، ناس سخنا شي تسيمه، نضرب الصابه، نقطع الشجر، ناكل الربيع، نشد لك ترمتك نحكها لك في الارض، نطلع معاك للجبال، نضرب معاك بالنبال وما نعرف شنو ندير. ما نخلي ما ندير معاك، ندير تسلق الادغال، نمشي معاك للغابه، نعوم معاك انا في عطاره، ندير معاك شي حوايج اللي ما عمرك درتيهم. تجي تقول بارد الكتاف راجل. شوف
بعت القراعي تشرف في صغري، بعت النحاس في صغري، سرقنا الحامض وبعناه، سرقنا البرقوق وبعناه، كنا كنديرو ما نعرف شنو درنا، بعت الكتوبة، خدمت في الصباغة، خدمت في القبص، كنت ما كنخلي ما كندير هذا الإنسان اللي حداك، باش جي أنت تقول بارد الكتوبة. أنا عندي قالب ديالي، لقيت قالب ديالي اللي هو السوشيال ميديا، يعني أنا يا ماشي غادي نخلي بحال دابا الطبيب سيدي الطبيب كيصور 10 مليون في الشهر، نقول له لا أنت بارد الكتاب كتصور 10 مليون في الشهر، خلي الطبيب وسير ضرب تمارة، كتخور أصاحبي، كل واحد كيلقى طريقة باش يدبر على راسه فيها. كل واحد كيلقى طريقة كيدبر على راسه فيها، ما تجيش أنت تقول لي لا بارد الكتاب، علاش بارد الكتاب في السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا تقد عليها، كاع السوشيال ميديا وبينا. حنا ضربنا تمام. صديقي أنت اللي كتهضر. انا لا غيتا احنا كنطلعوا كنهضروا حنا طايين كنهضروا طلعين 2000 عباد الله راه كيطلعوا مع عيالاتهم وكيوريوهم في اللايف باش يعريو لهم صدرهم ويعريو لهم قصيبتهم كيطلعوا مواتهم كيسعوا بهم كيطلعوا كيبقاو يضربوا في راسهم البيض وما طايشه وكذا ما عرفش كيديروا ما كيوصلوش 2000 حنا طايين كنهضروا كنضحكوا كان ام داك غير مقصرين حنا كنطلعوا ها كنضحكوا تجي كتجي تقول لي حنايا راه تكرفصنا هو راه خدام وتكرفص وانا راني خدامت شحال وانا خدامه وشحال وانا واقفه على رجليا وشحال وانا قديم شحال وانا خدامه كتبقى واقفه تسعد السوايع في ديك لا غير حنا شوف عادي لقيتي شي لعيبه ديالك كدبر على راسك مرحبه عادي علاش تجي انت تقول لي كدامت كدا شغالك فيا ما يجيش واحد يوريني شنو ندير شنو ما نديرش وراجل والناس اللي كيعرفوني وشحال من واحد كيوقف عليا لا بنات لا دراري وكيلقاوني في المواقف الصعبه والدراري اللي كيعرفوني راجل بمعنى الكلمه الرجوله ديال بصح فاش كيوقف عليا بنادم كيلقاني غير تا تقول لك انا عش معاه وعارفه رجوله انا راجل واللي كيعرفوني وقرابين لي سيدو بي خايبين ولقيت وقف معايا واحد كذوب على الله رجوله زعما ما يخليكش في المواقف الخايبه ما يخليكش يموت معاك نقول لك شنو اللي كاين واحد تايجر واحد الزوي من البلوكي فين هو مقبيله هو كيتسر الطايب وحديته طيروه راه ما شفتوش طيروه لي موديغاتور اجي انت هذيك جوليا ما تخصك شوف نقول لكم واحد الحاجه بنادم خاصو يعرف واحد الحاجه بنادم كتكون انت دابا بنادم دارو انت كتكون دارو انت ما على بالكش سالي واحلى سالي في العالم اي لوف يو احلى سالي في العالم أحلى مدام في العالم أحلى حب في العالم أحلى تحية في سالم الله يعطيك الخير شوف نقول لك واحد الحاجة باش ديرها في راسك